مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة. نتوقع أن تتأثر المملكة خلال 3 أيام القادمة بكتلة هوائية معتدلة إلى لطيفة الحرارة، وبالتالي تصبح الأجواء خريفية غائمة جزئيا إلى غائمة، وأيضا الطقس يميل إلى البرودة أثناء الليل. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم، المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة. نلاحظ أن المملكة ستتأثر بكتلة هوائية معتدلة إلى لطيفة الحرارة، هذا اللون الأصفر الذي سيؤثر على المملكة اعتبارا من يوم الأحد. يمثل الكتلة الهوائية معتدلة الحرارة إلى اللطيفة، وبالتالي هناك انخفاض واضح على درجات الحرارة وملموس، وبتكون حتى الأجواء تميل إلى البرودة أثناء الليل. أما الخرائط التي تمثل أماكن الهطول، فنلاحظ أن يوم الأحد سيكون هناك فرصة لسقوط زخات متفرقة من مطر في شمال المملكة، كذلك أيضا يوم الاثنين تبقى الفرصة مهيئة لسقوط زخات متفرقة من مطر في شمال المملكة، قد تمتد أحيانا لبعض المناطق الوسطى. إذن في هناك انخفاض واضح، أجواء غائمة جزئيا، في فرصة لبعض الأمطار خاصة في شمال المملكة. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، أجواء لطيفة تميل إلى البرودة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر، أيضا رطوبة نسبية مرتفعة حوالي 93%. والأحوال الجوية المتوقعة خلال 3 أيام القادمة، يوم الأحد انخفاض واضح على درجات الحرارة، درجات الحرارة أقل من معدلاتها، أجواء لطيفة من حيث درجات الحرارة، غائمة جزئيا، العظمى المتوقعة 24، لكنها بالليل أجواء تقريبا غائمة إلى ضبابية، وبيدنا مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح بسبب الشابورة والضباب، وأيضا تميل الأجواء إلى البرودة وخاصة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر، والصغرى المتوقعة 17 درجة مئوية. يوم الاثنين انخفاض آخر على درجات الحرارة، هو اليوم الأبرد خلال هذا الأسبوع، وبتكون الأجواء تقريبا لطيفة من حيث درجات الحرارة، غائمة جزئيا بشكل عام، في فرصة لبعض الأمطار في شمال المملكة أيام الأحد والاثنين، قد تمتد أحيانا لبعض المناطق الوسطى لفترة محدودة وفي أماكن محدودة، العظمى المتوقعة 22-23، الصغرى بحدود 18. يوم الثلاثاء أيضا أجواء لطيفة بشكل عام أثناء النهار، تظهر بعض السحب المنخفضة، درجات الحرارة أقل من المعدل، العظمى المتوقعة 23-24، والأجواء أثناء الليل لطيفة لكنها تميل للبرودة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر، والصغرى المتوقعة 17 درجة مئوية. الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، نبدأ في الشمال، إربد في أجواء غائمة جزئيا، فرصة لسقوط زخات متفرقة من مطر في إربد وعجلون، العظمى المتوقعة في إربد 26 والصغرى 19، عجلون العظمى المتوقعة 24 والصغرى 17، جرش 26-19 مع فرصة أو احتمال سقوط بعض الأمطار المتفرقة، المفرق 27-17، طبعا أجواء لطيفة من حيث درجات الحرارة لكنها غائمة جزئيا إلى غائمة في معظم مناطق المملكة، وبتظهر السحب على ارتفاعات مختلفة في بقية المناطق، البلقاء أيضا أجواء غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات متفرقة من مطر أحيانا، مأدبة 24-29، البلقاء 25-18، عمان 24-17، الزرقاء 28-19، البحر الميت 34-27 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية، الكرك 25-17، الطفيلة 24-17، الشراح 23-14، إمعان 30-17، أجواء لطيفة في النهار تميل إلى البرودة بالليل، لكن العقبة أجواء حارة نسبيا، 35 العظمى والصغرى 24 درجة مئوية. المنطقة الشرقية،
أجواء تقريبا غائمة جزئيا، معتدلة نهارا لطيفة ليلا، الأزرق 31-19، الصفاوي 29-18، وأرويشد 31-19 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، نترككم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.